خلينا واحنا بنتفرج على الملخص نروح لبارك للكابتن حسام البدري ونقول سيطره كامله من النادي الاهلي على مباراه طنطا النهارده. مبروك يا كابتن حسام. ايوه الله يبارك فيك. الله يخليك. ايه اخبار حضرتك؟ ايه طبعا النهارده فوز مهم للنادي الاهلي بعد تعادلين الفتره اللي فاتت. اكيد طبعا الحمد لله على فوز النهارده، وطبعا كانت مباراه مهمه اولا بعد تعادلين، وكانت 3 نقاط مهمه وخارج ملعبك في نفس الوقت حساباتها طبعا، لان الفوز النهارده يخليك برضه في المقدمه وتحافظ على المقدمه ان انت تبقى على قمه الجدول، فده شيء مهم جدا بالنسبه لنا. الحمد لله كان ليه ايجابيات، لكن برضه عايز اقول على الجانب الاخر ان انا بشكر اللعيبه، لان احنا تقريبا لاعبين 5 مباريات في 23 يوم. ايوه. فاكيد طبعا والمباراه الاخيره خارج ملعبك، فاكيد طبعا برضه في ارهاق، الفترات الزمنيه قليله جدا ما بين المباريات، فبشكر اللعيبه مع ان انا طبعا يعني بعتب على الفرص الكتيره اللي بتضيع ليا، ممكن تسهل علينا المباراه بشكل كبير جدا. بالظبط. زي ما شفنا مباراه بتروجيت، زي ما شفنا مباراه الاتحاد السكندري، زي ما شفنا النهارده الفرص اللي بتضيع فرص كتيره جدا. الفرص اللي يعني اللي بتجي لنا كفيله ان هي تسهل لك المباراه لو اتحسمت بشكل ايجابي وشكل فيه تركيز، لكن طبعا اللعيبه بتبذل اقصى جهد، بيبقى في بعض عدم يعني توفيق في بعض الاوقات، واوقات ثانيه بيبقى فيه بقول عدم تركيز شويه، لكن على الجانب الاخر بشكر اللعيبه. انتهت فتره مهمه، الفتره الثانيه او المرحله الثانيه من الدوري العام، هيبقى في توقف، هتبدا المرحله الثالثه الهامه جدا، وهتبقى طبعا يعني مرحله في غايه الاهميه لانها تستمر الى نهايه الدور الاول، فهتبقى مهمه جدا في مشوارنا في بطوله الدوري العام. كابتن النهارده لو اتكلمنا على ميدو جابر لاعب النادي الاهلي اللي نزل النهارده وحضرتك بدات بيه المباراه، الناس بتتساءل، يعني انا طلعت بعد المباراه قلت انا ما حسيتش بميدو جابر، لكن اديته العذر اللي النهارده اول مباراه بيبداها مع الكابتن حسام البدري. والله طبعا ميدو من اللعيبه الكويسه طبعا، لكن خلي بالك انا اتكلمت يا كريم قبل كده. أيوة. وحاولت اوضح بشكل يمكن ما فيهوش ايضاح كامل، لان انت مش هتقدر كل مره تقعد تقول ان اللاعب الجديد لسه ما انسجمش بشكل كويس، اللاعب الجديد في بعض الاوقات لسه ما بيكونش اتحرر في ادائه زي ما كنت بقول الاول، لا لسه الناس عاوزه فتره شويه، لسه عاوزه ببقى متحفظ في كلامي شويه، لكن يمكن الكلام ما بيوصلش للبعض. وانا طبعا برضو ببقى محافظ على اللي انا عاوز اقوله، بس بقول اللي انا عاوز اقوله، لان اهم حاجه عندي اللعيب ومعنويه اللعيب والحفاظ على اللعيب، وان انا احط اللعيب في الوقت المناسب، وفي نفس الوقت هو ياخد وقته مع الفرقه بالشكل الطبيعي اللي ما بقاش فيه ضغط، ده مهم جدا. لكن الناس طبعا يعني ما بيهمهاش الكلام دوت، هي بتسال على اللاعب، على مشاركه اللاعب، وجود اللاعب، فكل واحد بيبقى بيشارك في الوقت المناسب، وزي ما شفنا اجاي، يعني انا كنت كذا مره اقول اجاي هيشارك بس لسه شويه لسه شويه، اما شارك احنا بنشوف من المباراه للمباراه بيزيد، لاعب جيد، خامه جيده، هيبقى اضافه كبيره طبعا. وشفت برضه الفرص والربط مع اللعيبه بيعملوا بشكل كويس جدا، محطه مهمه جدا، بيقدر يستلم تحت ضغطه، لكن لسه هناك بعض الامور اللي عاوزه طبعا يعني تتحسن شويه. الناس عايزه كابتن حسام، الناس عايزه اللعيب الجديد يلعب وخلاص، لكن مش عارفين ان ادخال اللعيب الجديد على التشكيل وعلى اللعيبه القدام وعلى طريقه اللعب وعلى فكر المدرب وعلى فكر اللعيبه والانسجام، هي صنعه يعني مش في اي توقيت كده، لازم توقيت معين. مظبوط يا كريم، مظبوط. انا يعني البعض يعني طبعا جماهير النادي الاهلي جماهير عريضه وجماهير كتيره جدا، لما انت تيجي تقول لك واحد يقول لك احنا عاوزين نشوف وجوه جديده، يعني حته وجوه جديده، يعني الوجوه الجديده دي عمليه مش سهله، وفي نفس الوقت الحفاظ على الوجوه برضه القديمه مهم جدا، واللعيبه القديمه مهمه جدا، والتغيير بمعايير معينه، فكلها طبعا احنا بنراعي كلام الناس، وفي نفس الوقت احنا الكلام ده بنقول اللي احنا عاوزين نقوله في الوقت المناسب اللي احنا عاوزين نقوله برضه. لكن زي ما انا بقول كل واحد هياخد فرصته، وفي نفس الوقت اللاعب عليه دور كبير جدا، يعني كريم اللاعب عليه دور كبير جدا، لان لابد يتفهم ويعي بشكل سريع وبشكل جيد اللي مطلوب منه. صح. وينسجم ازاي، وفي نفس الوقت يخش في طريقه اللعب، ان قد يكون هناك بعض اللعيبه في حالاتهم الفرديه لعيبه مميزه، لكن في حالاتهم الجماعيه بيبقوا بعاد في الفكر وبعاد في الربط مع المجموعه، فبالتالي ما بيبقاش بيقدروا يخشوا، فكل الكلام دوت طبعا بعض الجماهير ما بتفهمش الكلام دوت، او بتبقى بعيده وانا بعذرهم، لكن زي ما انا بقول كل واحد ياخد فرصته. اجاي وميدو النهارده بيظهر بشكل كويس، ولسه الباقي ان شاء الله، لسه عندنا برضو اكرم لاعب مميز جدا حمدي زكي،
اتمنى ان شاء الله ان برضه ياخد فرصه قريب، لكن عليه برضه ان هو يبذل مجهود ويعني يعرف الكلام اللي انا بقوله ده كويس قوي. وان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله فتره التوقف دي تبقى فتره مهمه بالنسبه لنا، لان برضه عوده بعض الناس جاهزيه عماد متعب ان هو يجهز بشكل كويس، عوده مروان. انا عارف ان حضرتك الفتره الجايه عايز تدي لعماد متعب شويه. رامي ربيعه طبعا بتمنى ان عماد يجهز، لكن طبعا عنده سوء حظ غريب جدا في الفتره اللي فاتت. عماد يعني كل ما بيبتدي يبقى موجود في التمرين وكده يا بتجي له اصابه، مره جات له برضه موضوع معدته ده قعد بتاع 3 ايام، وبعدين اول امبارح جات له الاذن الوسطى برضه عملت له دوخه قعد 48 ساعه. فللاسف طبعا بيحصل عنده تباين في الناحيه البدنيه شويه اللي بتاثر، لكن ان شاء الله الفتره الجايه يبقى مواظب بشكل كويس وما تبقاش عنده اي مشاكل باذن الله، بحيث فورمته تبقى كويسه ان شاء الله. ومروان ورامي ربيعه كل دول برضو من عناصر وجاهزية باسم، فان شاء الله يبقى عندنا بقى قاعدة عريضة وتبقى المنافسة كبيرة. شايف انا وجهة نظري شايف كده كابتن، مش عارف طبعا انا مش عايز يعني طبعا حضرتك مش هتقدر تقول رأيك على الهوا، لكن انا شايف ان فرصة ميدو جابر صعبة كانسجام في طريقة لعب النادي الاهلي، شايفه انه يعني محتاج كتير عشان يكون لاعب اساسي في النادي الاهلي بالنسبة لميدو جابر. والله يا كريم عاوز لك حاجه، يعني ميدو عنده مواصفات مميزه جدا، يعني عنده مواصفه التصويب، هو قوي جريء، يعني انت بتجد بعض اللعيبه برضه بتبقى عندها بعض الخجول، لا ميدو مش خجول يعني في طريقه ادائه، يعني ممكن عنده جراءه ان هو يعمل، يعني عارف انت في بعض اللعيبه اللي هي بتعمل الناحيه السلبيه بشكل بيبقى فيه جراءه، هو عنده الصفه ديت، بيصوب بشكل كويس قوي، فممكن ان شاء الله طبعا مع عايز وقت، بس عايز وقت مع الفرص ان شاء الله واشتراك مع اللعيبه ان شاء الله طبعا بيحصل تطور في المستوى ان شاء الله. كابتن حسام النهارده شفنا تغيير في اللي بيشوط ضربه الجزاء، قبل كده كان دايما عبد الله السعيد رقم واحد، النهارده شفنا علي معلول هو رقم واحد في تسديد ضربه الجزاء. يعني خلي بالك يا كريم والله يعني احنا عندنا ناس مميزه، يعني غير عبد الله طبعا مميز، ولا حد ما فيش حد يختلف على عبد الله في ضربات الجزاء، لكن انت عارف ضربات الجزاء بيبقى فيها توفيق وعدم توفيق. صح صح. احنا شفنا نجوم العالم، شفنا مارادونا، شفنا باجي، كله بيضيع. دول نجوم كبار جدا، يعني الاسماء دي كبيره جدا، وضيع ضربات جزاء. فعبد الله من اللعيبه المميزه جدا، عندي وليد سليمان مميز، عندي علي معلول مميز جدا، وبحمد ربنا طبعا ان النهارده كان في توفيق، يعني ضربه الجزاء ما كانتش موفقة. الكاميرا جت على حضرتك كابتن بعد ما الكوره دخلت، عملت يعني جوه نفسك عملت تقول ياه خش بقى اخيرا. والله طب انا بعد الماتش اللي فات صح عندك حق والله. قلت هعمل ايه لما لقيتها بتخش بالعافيه كده، قلت في ايه يعني. بالظبط. ده بحمد ربنا بالظبط، وفي نفس الوقت بحيي اللعيبه، بقول لك فعلا بحيي اللعيبه على المجهود، وان هم ياخدوا خمس مباريات الفتره الزمنيه القليله ديت، وشفنا فيه مباريات جيده جدا، وبالرغم ان احنا بعض المباريات يعني انا مش راضي على المباراه بتاعت النهارده، ومع ذلك تجد النادي الاهلي في معظم الاوقات هو المسيطر، هو اللي عنده خطوره، يعني حتى في الوقت اللي احنا المباريات اللي احنا ما بنبقاش راضيين عنها بالزبط. لو عديت الفرص اللي بتبقى موجوده للنادي الاهلي هتجدها كثيره جدا، هتجد ان الاستحواذ بيبقى عالي جدا، ومع ذلك احنا ما بنبقاش راضيين على الاداء، لان احنا لينا حد في الاداء ولينا حد في المتعه بنحاول نبقى محافظين عليه، فده هو ده قدر فرقه النادي الاهلي، لكن مع ذلك بشكر لعيبتي لان فعلا بيبقوا مميزين وفعلا بيخلقوا فرص كثيره جدا، لكن ساعات بيبقى عندهم عدم توفيق. اكيد. طيب كابتن حسام، يعني عايز استاذن حضرتك بس في قصه فتره توقف الدوري، انا عارف ان عند حضرتك لعيبه كتير هتروح منتخب مصر الاول، حوالي 7 لعيبه، منتخب العسكري لا برضه واخد بعض اللاعبين من النادي الاهلي، منتخب الشباب في 8 لعيبه. عندي 10 لعيبه بالظبط، يعني ما بين المنتخبات الثلاثه. ايوه. هيبقوا موجودين مع المنتخبات الثلاثه، المنتخب الاول، المنتخب العسكري، منتخب الشباب، وطبعا كل الامنيات والاماني باذن الله بالتوفيق للمنتخب الاول ان شاء الله. ان شاء الله. الفتره التوقف دي بقى يعني هتعمل فيها ايه وانت عندك 10 لعيبه غايبين عن الفريق؟ اكيد طبعا هتصعد لعيبه من الناشئين، بعض العناصر اللي ما كانتش بتلعب الفتره اللي فاتت هتديهم جرعات في الماتشات الوديه اكيد يعني. بالظبط، يعني انا قوامي 30 لعيب، والحمد لله يمكن ال 30 لعيب كانوا متواجدين الفتره اللي فاتت كلهم، حتى رامي الحمد لله ابتدى يشارك في التمرينات الجماعيه، فكان عندي 26 لاعب بالاضافه لاربع حراس مرمى، هيبقى عندي 16 لعيب، ف 16 لعيب طبعا دول مهمين جدا بالنسبه لي برضو، مهمين جدا جدا كمان، فهعمل لهم مباراتين ان شاء الله، هيبقى في مباراه يوم 10 ومباراه يوم 13، بنتفق على الفرقه اللي هنلعبها ان شاء الله على اساس، وهيبقى في تدريبات طبعا، هيبقى في تركيز في الفتره ديت على بعض العناصر وعلى بعض التمرينات الفرديه، يعني احنا مصنفين اللعيبه في بعض النواقص الفرديه سواء من ناحيه بدنيه او من ناحيه فنيه،
وهنشتغل عليها الفتره الجايه ان شاء الله. مبروك يا كابتن حسام، وبالتوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه للنادي الاهلي. وهايل والله الفريق، هايل بيأدي ماتشات حلوه، حتى الماتشات اللي انتوا كنتوا بتتعادلوا فيها كابتن حسام كنتوا بتلعبوا كوره حلوه. يعني حضرتك قلت كلمه من شويه مظبوطه، اللي انت رغم ان انت كسبان النهارده مش راضي على الاداء زي الماتشات اللي فاتت مع بتروجيت والاتحاد السكندري. بالظبط، شكرا يا كابتن. مبروك يا كابتن حسام، مبروك، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن حسام بدري طبعا المدير الفني للنادي الاهلي.